حياك الله دمر. اهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافيه ساره وهاني، طولت الغيب علينا. الحمد لله شفناكم على خير. تسلم. زي ما تفضلتوا، هذا طبعا اول قرص صلب او جهاز تحميل تخزين يتم فتح قفله من خلال جهاز الموبايل المحمول. فأنا من خلال الموبايل بقدر أتحكم فيه، أشوف وين الهارد ديسك تبعي في أي مكان، أقدر أفتحه أو أسكره من خلال أبليكيشن بنزل على الموبايل. يعني أقدر أخذ من عنده بيانات من خلال الجوال ولا بس إغلاق إغلاق وفتح؟ لأنه هو الهارد ديسك أو القرص الصلب تم عمل حماية له من خلال برامج سوفت وير، وفي منهم من خلال التطور اللي صار انه من خلال لوحه مفاتيح على نفس القرص الصلب. طبعا هذا اول جهاز قرص صلب في العالم موجود حصريا معنا، جبناه اللي هو يتم عن طريق الجوال. يعني مثلا انا اذا قدرت تمسك انت تشوفه كيف، يعني سمكه 12 مل ضعيف جدا. فانت من خلال الموبايل بتكون فتحت الهارد ديسك وسكرته. طبعا عندنا احنا في اهم شيء عندي انا من خلال بصمه الوجه وبصمه الاصبع كمان بقدر افتح الهارد ديسك هذا اللي احنا شايفينه. طبعا في عندي انا اللي هو السوفت وير البرنامج، بقدر انا كمان من خلاله ادير كل شيء من خلاله عن طريقه، افتح القرص الصلب واتحكم مين يدخل عليه ومين يقدر يشوفه ومتى دخل عليه ومتى دخل. يعني اللي فهمته انه ما تقدر تستخدم هذا الهارد ديسك غير لو الجوال معك عشان تقدر تكتب. طبعا هو خلال أوكي. انا من خلال لو كنت بعيد يعني. نعم لو كنت بعيد اقصد وين مكان انت، وين مكان هلا انت موجود في نفس المكان. احنا اذا قدرنا هلا راح نورجيكم تجربه مباشره، فانا بقدر من خلال الجوال افتح واسكر الهارد ديسك تبعي. في فيديو صغير نمر، خلينا نشوف سوا. هذا شنو الفيديو نمر؟ طبعا هذا احنا البرنامج ممكن ينزل على الويب سايت تبعنا، ونحن ممكن من خلاله نتحكم بالاقراص الصلبه، مش بس قرص واحد تخزين. ممكن احط عده اقراص تخزين، ومن خلال هذا البرنامج اقدر افتح واسكر القرص الصلب، يعني واتحكم فيه. اقول مثلا هاني انت اليوم بتتحكم فيه من الساعه 8 للساعه 9 وبتقدر تفتحه بالمنطقه الفلانيه، بحددك حتى للمنطقه. اذا انت طلعت من مبنى الام بي سي حيقفل القرص الصلب، ما حيقدر يشتغل معك. هذا طبعا زياده بيانات سريه، زياده امن، زياده امن سري. طبعا انت تخيل معي لو كان مثلا مطرب او كاتب مسلسلات او هذا عمل البيانات واخذها وراحت منه، كم بيخسر منه هاي الشغلات. فهون احنا خلص ضمننا انه 100% من خلال تطبيق الموبايل يقدر يتحكم فيه ويفصله. طبعا في نقطه احنا تكلمنا عن التحكم بس، طب لو ضاع؟ هو هذا المشكله والمصيبه. اي برافو عليكي. هو احنا لو ضاع قلنا الله. هو غالبا حنلاقيه تحت الكنبه دائما، هذه الحته لازم الناس تعرف. هو عاده شو اللي بصير، احنا عندنا بياناتنا او الاقراص الصلب بنحط فيها اهم اشيائنا احنا في القرص الصلب. فاذا ضاع او انسرق لا سمح الله، احنا بخلال برضو تطبيق الموبايل بقدر بكبسه واحده اجزاء من الثانيه امحي كل الداتا اللي فيه. حلو. واذا تم اخذه على مكان اللي هو بسموه تصليح الداتا او ارجاع الداتا، فشو اللي بيصير انه في عندنا احنا ماده، في ماده اسمها ايبوكس، هاي ماده كيميائيه لزجه شديده الالتصاق. فاذا انا حاولت اشيل هاي الماده او اي شيء اعمل فيها يخرب كل شيء. حلو. فهون يعني هو بيتحطم نفسه ما يعني سريه عاليه للبيانات. نعم. في شيء حاب توريني؟ حاب نورجيكم تجربه عمليه نشوف. نعم. كيف راح تجربه عمليه الان على العمليه. احنا طبعا احنا راح نركبه باللابتوب. لابتوب طيب. انا هلا ضوء عندي ضوء الاحمر، خليني اوريكم هون الضوء الاحمر. طبعا احنا مش شايفين هون اي شيء انه في قرص صلب موجود، فانا بدي اوريكم. طبعا هو في اللابتوب يشتغل دايركت، ما يحتاج مثلا باسورد او شيء. لا لا ما حيبين ما راح يشتغل. هو مش مبين معي عندي. أوكي. هون الكبسه الحمراء، فانا من خلال التطبيق بفتح البلوتوث عندي وباجي على التطبيق نفسه بشوف الحين صار يعطيني هاي وشاف الهارد ديسك. فمن خلال بصمه الوجه دخل الباسورد تبعي، صار عندي اخضر، فتح معي الهارد ديسك. طبعا هلا حيطلع عندي على اللابتوب بيكون عندي كل شيء باين. طبعا هي صار واضح، اذا شايفينه صار واضح على انه موجود، بقدر اتحكم فيه، افتح القرص الصلب احط فيه البيانات اللي بدي اياها. طبعا من خلال برضه نرجع مره ثانيه على تطبيق الجوال، كبسه واحده بعمل له لوك، وبكبسه واحده زي ما حكينا بلغي كل بياناته. يعني بمحيه كامل اذا حدا سرقه او ضاع مني او شيء. بمحي كل بياناته. وهلا بدنا نقفله على السريع. انا قفلته
صار عندي هون إيش؟ صار أحمر. فيمكن نمر هذا الهارد ديسك اللي يميز فيه إنه السرية التامة، يعني مستحيل البيانات اللي تحطها فيه أحد يشوفها أو أحد يسرقها. طبعا هم بيستخدموه على السريع، بيستخدموه الجيش الأمريكي اعتمدوا اعتماد كامل واستخدموه، وهو احنا جبناه يعني مش موجود، احنا جبناه اول واحد على الام بي سي يعني من امريكا، انا مسنجيد وجبنا لكم اياه هون على الام بي سي عشان تشوفوا. شكرا لك يا نمر، يعطيك العافيه. هو يمكن هذه اغلب التقنيات هي كان يستخدمها الجيش، بعدين لما يتطور شيء جديد يعطينا هو يعطينا الباقي. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك العافيه.